نحكيو نكملوا نحكيو كرة القدم أكيد مقابلات الجولة 27. الكلاسيكو كان ممل حقيقة بين النادي الرياضي الصفاقسي والترجي الرياضي التونسي، يمكن مفهوم علاش، لأنه زوز فرق هذوما تعداو بنهاية أسبوع صعيبة بعد ما انسحبوا زوز من رابطة الأبطال الإفريقية. نشاهدوا ملخص المباراة بين الترجي والسي اس اس، 0-0 هي نتيجة المقابلة. تعرفت اخر ماتش كونتاكت مع يانيك، حسيت ركبتي دارت، كل ما عندي شويه وجع، وان شاء الله ان شاء الله خير وكام ان شاء الله. هي حاجه مش غريبه على جمهور السي اس اس، انه ديما يقف مع جمعيته في المومون صعاب، خاطر لازم الناس كل تتلف على الجمعيه باش ما تتفرجش. ماتش ما ارتقاش مستوى كبير، خلينا نقول بكل صراحه. ممكن التعب نتاع ماتش الشامبيونز ليغ رجعوا لنا للجمعيات، وان بلوس سخانه برشا، هذاك اللي خلى برشا وقت تعبات برشا طايحين وعبات برشا حاسب التعب. مي اون جينيرال فما حاجات باهين مش خايبين، فما دي سيكونس صاروا باهين. هذاك ماتش من بعد احنا اللي شاك نتاعنا احنا واللي شاك نتاع الاسبيرونس، حتى مورالمون الاثنين مانيش 100% معناتها باش نلعبوا ماتش كبير. زوز فرق مجروحين من بعد الخروج نتاع الشامبيونز ليغ، حبينا اليوم نعملوا ماتش باهي ونفرحوا الجمهور اللي جانا. على غالب معناها حبينا ننتصروا، حبينا 3 بوان اللي ترجع لنا الثقه. مي كيما شفتوا الماتش كان من ناحيه واحده، معناتها ان شاء الله معناتها الجاي يكون خير، وان شاء الله يستنى فينا مستقبل نحضروا كيما يلزم مع المطار الفني الجديد. سي نوت كاتريام ماتش سان سوفي دو بوت، سا مدي كي نو سوم دون لا بون فوا دون لا ستابيليتي ديفنسيف. Et je suis très content. Dommage qu'on n'a pas marqué dans les frappes de mon cercle. C'est un but monumental. Mais c'est le football. Un nul pour deux équipes. L'espérance aussi, il l'a mérité. Il a travaillé comme nous. Mais je pense qu'il y a un vainqueur sur cette match. Le vainqueur s'appelle CSS. Dans notre meilleur moment, coach Huarte a fait sortir le meilleur joueur. Ziadi, ça veut dire qu'il est encore tant jeune. Et un joueur médio défensif en 8, médio liation, qui est encore tout jaune et qui fait toujours tic, 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 va voir le rouge. Il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, mais il y a l'expérience qui a été faite, on ne sait pas si on a eu le carton. Il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps, il y a un peu. احنا ما تفرجناش على بارتي، خاطر اللي شفناه اليوم ماهوش بارتي في قمه مستوى سي اس اس ولا اسبيرونس. فوالا ايش معناتها المقابله كل كانت متوسطه، صحيح زوز فرق تحسهم معناتها عندهم الضغط نتاع الهزيمه نتاع الشامبيونز ليغ، مي الترجي كان واقعي اكثر من النادي الرياضي الصفاقسي. بالنسبه حتى انا تو دخلت في ستير نحكي مع جاك تيزي، قلت له اليوم معناتها من الناس المقابله تلعب ضد النادي الرياضي الصفاقسي، لان النادي الرياضي الصفاقسي ما عمل حتى اوكازيون اليوم. نحن كنا نجموا نسجلوا هدف، هذا ما يمنعش كانت المقابله معناتها ما وصلتش المستوى نتاعها. ان شاء الله نديك الشيء هذا، ما زلت معناتها عندنا مصيرنا بيدينا، مازلنا ما خسرنا حتى شيء، عندنا مقابله صعيبه زاد فينا ضد جابس، ان شاء الله قدرة ربي نحاولوا نفوزوا بها، وان شاء الله قدرة ربي اذا باش ندخلوا للدربي كو سوا لو كلوب فايتتنا بدو بوان ولا زوز كيبات اكزيكو، ان شاء الله معناتها باش تكون قمه كبيره، ان شاء الله قدرة ربي نعرفوا فيها وقت ان شاء الله نتوج بالبطوله ان شاء الله. خلقنا فرص اليوم، كنا نجموا ننتصروا لكن ما حالفناش الحظ. مازال مسيرنا بين يدينا، ان شاء الله نخدموا على رواحنا، نحاولوا نربحوا ماتشاتنا الكل بقدره ربي، ان شاء الله
ما فما كان خير. من العادي باش اليوم يكون الماتش فرمي، ديما الماتشات نتاع ما بين الفرق الكبار ما يكونش فيهم برشا فرص ويتلعبوا على جزئيات. اليوم مالغري توسا كنا على جزئيات نجموا نربحوا الماتش، مالوريزمون جاونا دو زوكازيون اللي ما صغلناهمش كيما يلزم. اليوم حتى اليوم مازال المصير نتاعنا بيدينا، مازالوا ثلاثة مقابلات ان شاء الله ننتصروا فيهم وان شاء الله نكونوا اخر الموسم احنا بطل. سي علي الكعبي، وانت كنت مسؤول، هل من حق المسؤول اليوم يتصرف بالطريقه اللي تصرف بها زياد التلمساني؟ والله مستغرب زياد، مش من عوايده يعني تصرفه ما كانش في بلاصته بصراحه تامه. متعود يكون ارزم من كي زياد، اللي هو لاعب كبير مسؤول زاد قديم، نائب رئيس جمعيه، رئيس فرع ومسؤول على كره القدم. سي با ان بون اكزومبل للترجي، سورتو الترجي الرياضي التونسي معروفه بالمسؤولين نتاعها بالهدوء في صوره رئيسها سي حمدي، اللي ديما الهدوء حتى في قراراتهم سون تري كالم، في تغييراتهم المدربين ولا في قراراتهم الكبيره ياخذوها ديما بتأني، وهذه معروفه على المدرسه الترجيه. لكن يمكن كان شويه على اعصابه، وفي يمكن التعادل ما كانش يخدم، النتيجه ما كانتش في صالح الترجي، وفوز الفريق يزوز نقاط. لكن نقول لي بالنسبه لزياد سي با يعني مش عوايده، كي الفاس راترابي سيرمون الندوات الصحفيه جايه ان شاء الله. باهي سي يوسف الزواوي، المقابله نتاع السي اس اس والترجي هذه التونسي، الناس الكل قالت اللي ما فيهاش مستوى، تقريبا كانت مباراه ممله بشكل كبير معناتها في الجوله هذه، عكس كل الانتظارات. كنا نستناو الترجي ممل وجه خير من هك. لا ممله ممكن المنتظر، اما المقابله كانت تفسر خروج الفريقين من نتيجه عاديه لخروج الفريقين بالنسبه بالطبع لك. وسخانه، والفريقين يعرفوا بعضهم، وكما قال خالد المقابلات هذه ما تلقاش فيها برشا فرص، معناها باش تلعب على دي ديتاي. طريقه اللعب نتاع الفريقين معناها متخالفه، معنا هنا نادي رياضي الصفاقسي مع المدرب الجديد يتعامل مع المقابله هذه اكثر، كان مسكر النوافذ الكل، لعب ثلاثه ترو بيفو، لوجو باش ما يخسروش زوز فرق اكثر من اللي لوجو باش يربحوا. لا بالنسبه لاسبيرونس لوجت باش تربح، حتى سي اس اس لوجت باش تربح، لكن على تطور المقابله، خاطر مش معقول تلعب ضد الترجي الرياضي التونسي، او الترجي الرياضي التونسي يلعب ضد السي اس اس في صفاقس باش يلعب الهجوم ككل. هذا كان متوقع. والشوط الثاني في بعض الحالات كان الترجي الرياضي التونسي اقرب باش يبوس للانتصار، خاصه الفرصه اللي جات انيانغ. هذا ما يعنيش اللي سي اس اس معناها كان سهل، لا بالعكس. مازال يخسر في كل مقابله معناتها شوط المدرب تاع الترجي التونسي، ولا تحسنت شويه العاده ذي بالنسبه لي؟ انت كي تشوف سي علي يضحك انت كي تشوف المباراه، هي قبل المباراه بسيكولوجيكمون خسر شوط ولا كي العاده؟ عودنا بالاشياء ذي، ما هو صار تغييرات، تو لعب المحيرسي معناها تيتولير، لعبوا معناها برشا ملاعبيه تغيروا، لعب افول زاد ميليو اوفنسيف، قوة نقطة القوة نتاعو، لعب سامح دربالي على الدروا
وين عاودنا رجع معناتها للخطة نتاعنا، رجع للخطة اللي انا سيرتينمون راهو حكاو معاه الهيئة المديرة وسيرتو سي حمدي المدب، اللي انا سيرتينمون حتى قبل الماتش نتاع الاخراني ضد المريخ سيرتينمون سي حمدي نيتي با داكور بالفورماسيون اللي هبط بها، هبط بها تحمل مسؤوليته، هذيك حاجة أخرى. لكن اليوم أنت في مباراة كيما هذيا اللي تشوف الفرق الزوز معناها والجماهير أمنيتهم معناها زوز فرق في الشامبيونز ليج باش يوصلوا للفينال، تخرج من الدور معناها هذايا واللي الظروف اللي خرجت بها تخلي اللي المباراه باش تكون ماهيش في مصلحه حتى فريق باش يخسر، لان بسيكولوجيكمون سي با بون، من الخاسر الوحيد هو الترجي الرياضي التونسي لان النادي الافريقي هرب عليه الصداره. باهي سي علي الكعبي، حسب رايك وقت اللي نتفرجوا في مقابله كيما هكا بين سي اس اس والترجي، نجم نقولوا اليوم اللي الفريقين هذا ما يستحقوش يكونوا في رابطه الابطال في دور المجموعات بالمستوى هذا باللعب هذا بالاداء هذا؟ نقول لمستوانا ما يكون المستوى الترجي والنادي الرياضي الصفاقسي ما يخليش باش يمكن تاريخه ينجم يخلي له يكون موجود اليوم، لكن اليوم على المستوى على فريقين هذا اليوم المستوى هذا بصراحه بعيد برشا. انا حبيت نقول حاجه بالنسبه للترجي الرياضي التونسي، باش يتحسن الفون دو جو تاع الجمعيه، باش تحسن المستوى، باش ثم دو روبير وثم اوتوماتيزم في الجمعيه، مفروض يكون ثم استقرار على الاقل في التشكيله نتاع الفريق. نحن قاعدين نشوفوا في الترجي التونسي كل مباراه ثم خمسه سته يخرجوا، وثم تغيير حتى في البلاسمون نتاع الجمعيه. هو مفروض يلعب زوز لاعبين ارتكاز ويلعب محطه قدامهم اللي هو دراجي، ما يكونش الدراجي نجم يكون البرازيلي كروز مع زوز في الاجناب وفان سونتر، حتى التغييرات نتاعو تو انت في صفاقس تلعب ومازالت ربع ساعه، مفروض تاخذ شويه ريسك سورتو عندك سكيورتي التالي. مفروض كي خرج العكايش ودخلت يونغ، مفروض نخلي يونغ والعكايش يعملوا دوز افون سونتر، ناخذ شويه ريسك، فهمتي ولا لا؟ نحب نلعب على البطوله بارفوا يفو بروند دو ريسك. لكن نقول للمدرب نتاع الترجي التونسي بربي نقص شويه من الفلسفه، راك خرجت فريق كبير كالترجي التونسي بالفلسفه نتاعك من كاس افريقيا. انا نقول كلامي راني مش موجه، ونقولوا خاطر صراحه حسيتو سي علي تحليل فني من حقك تقول فكره توصل نتالم كي نشوف الترجي تخرج فريق كبير الترجي ويمثل تونس يخرج بالامكانيات نتاعه ويخرج من الدور الاول مع فريق متوسط وتحت المتوسط اللي هو المريخ السوداني. ايضا السي اس اس الحقيقه وجعنا برشا كي خرج نفس الشيء بالنسبه للفريق اللي لعب ضده ما كانش لكن السي اس اس نقول انا راهو عدم الاستقرار الاداري وعدم الاستقرار الفني هما اللي كانوا اسباب سامحني، والعدم يد واحده نتاع الجمعيه مش يد واحده، سي نورمال باش توصل للنادي الصفاقسي ما شفناش حتى الكره نتاع النادي الصفاقسي، فين هاك لي كومبينيزون، فين الكره الجميله، فين لو بوجو نتاع النادي الصفاقسي اللي هو ولا يلعب مسكر ويلعب وصول مره للجول ولا مرتين. بصراحه تامه نتاسف خاطر كي راهو رئيس ان شاء الله تتحسن الوضعيه نتاع ونائب الرئيس في شيره تولي الامور الامور مش واضحه وحنا على الفريق كنا قلنا معناتها الامور مش واضحه في النادي الرياضي الصفاقسي واكيد تاثر الفريق بالخيارات الاداريه وايضا كلمه برك 20 ثانيه سي يوسف شو المقابله من بعد 20 ثانيه. انت مثلت الفريقين معناها ما لعبوش المستوى نتاعهم هذايا ما يسمحش للمشاركه في كاس افريقيا ما تاخوش نحبك ما تاخوش المقابله هذه كمقياس. لا لا انا مش كمقياس معناتها كي نتفرجوا في زوز فرق من احسن ما فما في تونس يلعبوا تورا الترجي والسي اس اس نلقاو نيفو هذا مش ايه هذا خذيته كمقياس معناتها لا 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 شكر خذيته كمقياس ما تاخذوش كمقياس مش مقياس. انا خذيت مباراه الخروج نتاعهم من رابطه الابطال فسرتها قلت هاكا معناتها وضعيتهم في رابطه الابطال هي اللي خليتهم معناتها ما نشوفوش مقابله ما ترشحوش ما ترشحوش على خاطر كيما قلت وزوز المنافسين نتاعهم ما كانوش في مستوى لا سامحني فما فلسفه ما لا لا لا, لا فما فلسفه وهذه كل واحد ورايه متفقين فيها انا متفقين فيها فما فلسفه مهما يكون المستوى نتاع الترجي التونسي يتعدى مع المريخ مع احترامات المريخ يتعدى وكيف كيف بالنسبه للسي اس اس تخرجت باش خرج بالبلانتيات به يتعدى زاد يتعدى به معناتها بالنسبه لك سي علي وسي يوسف مش مختلفين في وجهه النظر الترجي هذا التونسي مع سي يوسف متفاهمين انا نتوجع بربي نقول حاجه ونسالك انت ونسال سي يوسف هو كبير كمدرب كبير ودرب برشا الترجي التونسي لا لا كبير العمر هو قبل كل شيء سي يوسف كان جاب مدرب تونسي وخرج مع
مع المريخ. انا نحترم قرار ترجي ونحترم، انا واحد من الناس يقعد ولا ما يقعد، حتى حد ما تكلم وقال الفلسفه نتاع الشخص هذا فين وصلت الترجي التونسي. رانا نحبوها الترجي التونسي، حتى ولو انا نحب السيوتي لكن نحترم الترجي وخاطر التاريخ كبير. هذا مش انت يمثل تونس ديما في رابطة الابطال الافريقيه، ما عطاتوش على برشا لما نلقاو حتى فريق يمثلنا في رابطة الابطال الافريقيه وقت اللي نلقاو فرق اخرى معناتها مش معروفه ومغموره خلينا نقولوا في القاره الافريقيه موجوده في رابطة الابطال الافريقيه. بدات علينا لاسوندون سي كنزاري انسان ثم القاموسنده سيبري انساندو، خاطر انا زاده بالساند روحي اللي اخترت مدرب. انا اعتقد خسايب روحه مورينو ويدرب في تشيلسي. شكون تقصد سيد علي؟ شنو نقصد؟ نقصد الاختيار نتاعو ما كانش موافق بكل صدق وامانه. كان مدرب هو بالنسبه لي انا جا لتونس ومشى الملعب التونسي وجا للتراضي وما عمل حتى شيء. شكون اختاره سيد علي؟ اختاروا هيئه الترجي التونسي. هيئه الترجي التونسي، ومعنا السيد زياد تلمساني رئيس الفرع في الترجي الرياضي التونسي. مرحبا بك سي زياد. مانيش رئيس فرع، انا مانيش رئيس فرع، ثبتوا كي مثال. صلح لي سي زياد، سامحني سي زياد وصلح لي. ما يسالش. هذول مازلت على اعصابك سي زياد من مباراه سي اس اس؟ لا والله مانيش على اعصابي، بالعكس انا كول برشا، اما فما حاجات ساعات تخرج من سينا توا، كيما الناس الكل تعرف انا شنو هي الصفه نتاعي، مره مدير رياضي، مره مشاوش، مره واحد كي يعمل العمل نتاعو يتخمو. تعرف سي زياد مثال شو باش نتدخل، انا حضرت سي زياد تعدى النقطة هذه نتعداها. لا انا حبيت مثال سي زياد خلينا نجاوبك فقط على النقطة هذه، كنت حاضر معنا المرة اللي فاتت في البلاتو وسألتك على الصفة نتاعك، قلت لي راه مازالت ما فماش صفة رسمية حتى تصير الانتخابات، هذاك علاش معناتها الصورة ماهيش واضحة برشا سي زياد، فقط قوس ونسكروا. تفضل نجم نتكلم توا؟ تفضل. انا حبيت نتدخل على الموضوع اللي كنتوا تبثوا فيه توا على الحادثة اللي صارت في ساقس. الحادثة هذه أنا خارج من الملعب، اتصل بي الصحفي قال لي تحب نحبوا ناخذ من عندك كلمة، قلت له راني أنا ما نتكلمش، فما مدربين فما لاعبين اتصل بهم، أنا ما عندي ما نقول. هذا هو الشيء اللي صار، ما صار حتى شيء آخر، ولا للتهويل ولا للعطيان دروس، خاطر ما نعطيوش دروس لبعضنا. فهمت أنا؟ الناس كل تعرفني متربي ومثقف وقاري ونعرف شنو نتصرف، ما ناخذ دروس من عند حتى واحد. والترجي الرياضي التونسي فريق كبير، ما يدخلوا حتى واحد لا في بلب لا نحن نعرفوا شنو نعملوا في خدمتنا ونعرفوا كيفاش نسيروا. اي شكون عطاك دروس معناتها سي زياد؟ احنا لا خاطر انا نسمع في خيان يعطيوا في دروس وعيب وعيب، اللي باش يعطي دروس اللي يرشق ديار العباد بالحجاره لازم يكون داره مش من بلار. وشكرا. نحن انا سي زياد راه كلمت مع عطيتك درس لا في التسير لا في ولا عطيت الترجي التونسي التسير. انا ذولي كلام مش في بلاصته، مفروض مسؤول كبير كيف هو يعرف كيفاش يرد على العباد، فهمتي ولا؟ ونحن ديارنا بالقفل مسكرينهم مليح وامورنا واضحه، لكن ذولي اموره هو مش واضحه. وصلت الفكره اكيد، حاب يوصل رايه زياد تلمساني ما غير ما نقعدوا نعلقوا اكيد، معناتها يولي حق رد على حق رد. نمشيو للمباراه المواليه، مباراه النجم الرياضي الساحلي ونجم المتلوي، ما زالت المباراه هذه في انتظار انها تحضر. نحكي خويا شاكر بربي يقول كلمه برك، انا معرفتي بزياد قريب برشا، سيفريك هو توا راهو فريمون اللي اكثر معناها نادم على اللي صار هو راهو، لان متخلق راهو ديما معناها حتى كي يغلط مع اي شخص كان انا شفته راهو يطلب السماح. معناها هي صارت ظروف نتاع خروج سورتو شامبيونز ليغ والتعادل، اما زياد راهو معروف بالحكايه هذه، راهو ما عندوش شكل ممكن التشنج هذا اللي صار احنا ما عشناهش غاديكا، مي مالوريزمون ما حقوش صار سا سي فري، اما راهو جو سوي سور اللي هو في السيتياسيون نتاعو اكتويل توا نادم 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 برشا، لان يعرف روحه اللي هو ريالمون ماهوش زياد. سي ابراهيم نحن قلنا هو زياد مش زياد، ما قلناش نحن مش متربي ولا قلنا قلنا مفروض يكون مثل القوس ومدرسه كبيره الترجي، مفروض يكون مثل هو القدوه للمسؤولين الاخرين. نمشيو لمباراه النجم الرياضي الساحلي، وانت ساروا على نجم المتلوي بثلاثيه كامله.